يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على إطلاق مشاريع الرقابة والحماية على مستوى المملكة، ومن هذا المنطلق بدأت فرق الرقابة والحماية التابعة للمركز في محافظة حفر الباطن عملياتها في رصد التعديات على المساحات الخضراء والمخالفات للوائح التنفيذية لنظام البيئة وكشفها وضبط مرتكبيها واتخاذ التدابير اللازمة في ذلك. لمعرفة المزيد معنا على الهاتف مدير عام الإدارة العامة للرقابة والحماية بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الأستاذ حمود البكري. حياك الله أستاذ حمود. الله يحييك أخوي عبد العزيز، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. يعني بداية خلينا نتكلم عن دور هذه الفرق وما الهدف من إطلاق مشروع الرقابة والحماية لمثل هذه المناطق اللي فيها الغطاء النباتي في محافظة حفر الباطن تحديدا. الله يحييك. طبعا تم بحمد الله تدشين مشروع الرقابة والحماية بمحافظة حفر الباطن. نعم. بلا شك أنه يأتي الهدف من إطلاق هذا المشروع هو حماية الغطاء النباتي من قطع الأشجار والاحتطاب، وكذلك تنظيم الرعي لإعادة تأهيل الفياض والرياض الخاضعة للتنظيم. نعم. إضافة إلى ذلك تنفيذ اللي هو أحكام نظام البيئة ولوائح التنفيذية. جميل. طيب أستاذ حمود، خلينا نتكلم عن التجهيزات اللي زودتوهم فيها عشان يقوموا بدورهم بأكمل وجه، خصوصا أنه حسب ما عرفنا أتوقع أنه دخلت فيها تقنيات حديثة اعتمدتوا عليها. نعم، في البداية المراقبين يتم تدريبهم، منحهم الدورات التدريبية اللازمة التي تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه. يتم تزويدهم بمركبات مجهزة بالتجهيزات اللازمة اللي يحتاجونها، كذلك نستخدم طائرات الدرون في أعمال مراقبة أراضي غطاء النباتي. نعم. هل في تنسيق ما بينكم بين الجهات الأمنية وغيرها، يعني من الجهات ذات العلاقة في أعمال الرقابة والحماية؟ بالتأكيد هناك تنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك وفق ما جاء في المادة 37 من نظام البيئة لضبط المخالفين الغير متعاونين أو المخالفات التي تركت يعني من مجهولين أو يكون هناك جريمة ناتجة من المخالفة، بالإضافة للتعاون أيضا مع الجهات الحكومية الأخرى في المحافظة. جميل. طيب إيش أبرز المخالفات اللي تعمل الفرق على الحد منها أو لاحظتوها بشكل شائع؟ أبرز المخالفات مخالفات الاحتطاب، مخالفات قطع الأشجار، كذلك مخالفات الرعي في المواقع الخاضعة لتنظيم الرعي، وأي نوع من أنواع المخالفات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي أو اللائحة التنفيذية للاحتطاب. طيب خلينا نتكلم عن المخالفات والغرامات. يعني تطبق الفرق، فرق الحماية عفوا فرق الحماية مجموعة من اللوائح التنفيذية لنظام البيئة فيما يخص المخالفات تحديدا. يعني شوف الله يحفظك، بالنسبة للمخالفات عندنا مخالفات اللائحة التنفيذية للاحتطاب تبدأ المخالفات من 5000 ريال للمتر المكعب الواحد. وش قصدكم بالمتر المكعب؟ المتر المكعب هو الحجم اللي هو الحيز اللي يمسك مع المخالف، الطول في العرض في الارتفاع. نعم. فيقدر 5000 ريال للمتر المكعب الواحد، وتصل الى 16000 ريال في المره الثالثه في حال تكرار المخالفه. ممتاز. جميل. طيب ايضا في مخالفات، يعني هناك مخالفات للائحه التنفيذيه لتنميه الغطاء النباتي تبدا من 100 ريال وتصل الى 20000، وفي حالات التكرار حسب كل مخالفة قد تصل العقوبة إلى 30 مليون ريال. طيب أستاذ حمود، خلينا يعني ودنا توجه كذا نصيحة، توجه كلمة لكل الأشخاص، لأنه إحنا نفرط في هذا الموضوع حسن النية، يعني عدم الوعي، فنبغى نصيحتك وإرشادك بعدم يعني الخوض في هذه المخالفات أو التعديات اللي ممكن تكون موجودة عند بعض الأشخاص. يعني تعرف مو أي شخص ممكن عارف إيش نوع التعديات اللي ممكن هو يكون أو الاحتطاب ممكن يكون من كبار السن مثلا، يعني ناس بسيطة تعرف أحيانا يكون بشكل عفوي، فإحنا ودنا نتعرف عليها بشكل تذكيري عشان الكل يستفيد من صحيح موضوع عدم التعديات والوعي بحماية البيئة. هو بلا شك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يسعى إلى نشر الوعي من خلال وسائل التواصل، وأيضا من خلال الوصول للمجتمع وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والأشجار، وايضا حثهم لاستخدام المنتجات البديله. هناك الحطب المستورد المرخص يتم استخدامه. احنا من هذا المنطلق يعني نقول ان المواطن هو يعني رجل الامن الاول، وهو من يساهم في تنميه الغطاء النباتي والمحافظه عليه. فبوعيهم وبدعمهم باذن الله وتضافر الجهود يعني سنصل باذن الله الى غطاء نباتي امن ومستدام باذن الله تعالى. جميل. شكرا لك مدير عام الاداره العامه للوقايه او للرقابه والحمايه بالمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر الاستاذ حمود البحر.